انا معايا تليفون من فرنسا، مراسلنا وليد الحديدي هناك موجود في البالون دور، يكلمنا واحنا عرضنا لكم لقطات لينا احنا يعني مصورينها هناك للاستقبال الاسطوري لميسي، وبعد فوز ميسي بهذا اللقب وفي المركز الثاني كان ليفاندوفسكي، والمركز الثالث كان الايطالي جورجينيو، ثم كريم بنزيما، ثم كانتي، ثم كريستيانو، ثم محمد صلاح. يا وليد مساء الخير من باريس. مساء الخير يا استاذ محمد، وتحياتي لحضرتك وتحياتي. انت لما تيجي ههلكك شغل عشان انت في باريس. لا ما انا هنا بشتغل على فكره. الجهاز فتح، انا لسه ما خرجتش ولا نص ساعه والله برضه. لا اصل انا رحت باريس كتير فعارف انت عايش فين. لا لا فعلا والله فعلا الشغل تخطيط البالون دور مرهق جدا، وانت عارف الواحد يعني متعود انه ما يفوتش حاجه. النهارده اليوم كان طويل واليوم كان مرهق وكان فيه تفاصيل كتير. انا عايز اقول لك يا استاذ محمد بسرعه كده ابرز التفاصيل. انا من الساعه 6:30 تقريبا حتى كنت كتبت يعني على حسابي الشخصي على فيسبوك، كنت كتبت النتيجه كامله بتاعه الفوز، لان لما دخلت تسللت كده انت عارف احنا كميديا ما بيكونش لينا الحق ان احنا ندخل كل الاماكن. بيبقى في اماكن معينه من حقنا ندخلها اللي هي الميديا سنتر، ومكان الحفله نفسه بيبقى ممنوع على الميديا، لكن انا يعني تسللت كده ومن غير ما حد ياخد باله دخلت على قاعه المسرح وبدات بقى ايه ابص على الكراسي والمقاعد واليوفط فلقيت ان وليد قرب التليفون منك لان صوتك بعيد جدا. فلقيت ان ميسي يعني متصدر المقاعد بتاعه. حضرتك سامعني كده؟ متصدر المقاعد تقصد ميسي يعني. ميسي وليفاندوفسكي، بس مش بس ده كان المؤشر، كان بالنسبه لي ميسي. وليد انت بتتكلم وتتمشى ولا واقف؟ لانه كل شويه الصوت يروح ويجي. طيب الصوت خليك كده احسن. ايوه خليك واقف كده مكانك. الصوت كده احسن. كده افضل. اتفضل. طيب فميسي وليفاندوفسكي الاثنين في الصف الاول في المنتصف، يبقى اذا هم الاول والثاني. بس هي فكره ان ميسي ليه انا توقعت انه هيكون صاحب المركز الاول، لان اولا كان في مقاعد بلافتات لحضور كبير جدا من جانب نادي باريس سان جيرمان بمقدمته الناصر الخليفي رئيس النادي وليوناردو المدير الرياضي، وجانب جزء كبير جدا من المقاعد مخصص لضيوف ميسي وزوجته واولاده الثلاثه، وبالتالي كان واضح جدا ان ميسي جاي يحتفل النهارده. نفس الشيء ونفس الفكره كانت بتنطبق على بيدري مثلا اللي هو خد افضل لاعب صاعد، وكذلك دوناروما افضل حارس، وكذلك أليكسيا اللاعبة الإسبانية اللي فازت بأفضل لاعبة في العالم. وبالتالي أنا توقعت النتيجة كاملة بالأربع أسماء، وبالفعل هم اللي توجوا النهاردة بالبالون دور وبالجوائز. قول لي بقى، يعني أنا شفت استقبال أسطوري لميسي، يعني كان في سيطرة على دخوله، لأن أنتوا المسرح في الشارع المفروض يعني. لا هو المسرح داخل مبنى دوشاتلي، وهو قصر طبعا قديم. والمسرح جواه، لكن اللي في الشارع هي الخيمه الشفافه والسجاده الحمراء، وبالتالي كل اللعيبه كانوا بينزلوا من عربياتهم ويدخلوا السجاده الحمراء. طبعا احنا في باريس وميسي حاليا لاعب باريس سان جيرمان، وايضا يعني ميسي صاحب شعبيه كبيره بعيدا حتى عن باريس، حضور كان كبير جدا يا استاذ محمد، تحس انه مدرب كره قدم مش مجرد جماهير واقفه بتحيي لاعب. يعني ميسي كان صاحب طبعا التحيه الاكبر، واستقبال كان حافل جدا، يعني عايز اقول لك هز الارض. في كمان حاجه مهمه انا نسيت اقولها لحضرتك، ان مؤتمر الصحفي الخاص بليونيل ميسي لسه منتهي حالا، وانا طبعا حضرته وسالت سؤال الحقيقه في المؤتمر عن محمد صلاح وتوقعاته، يعني هل شايف ان محمد صلاح ليه فرص انه يفوز بالبالون دور في المستقبل. ليونيل ميسي اثنى كتير على محمد صلاح الحقيقه، وقال انه ليه فرص كبيره، وانه لاعب يعني هو بيستمتع بيه شخصيا وصاحب اداء رائع في الملعب، وعنده فرصه كبيره جدا انه يفوز بالبالون دور في السنين القليله المقبله. بس انا بيني وبينك يا وليد، ميسي ما عندوش كاريزما. بس انا بحبه يا استاذ محمد، فعديها لي يعني. انت بتحبه عشان شفته. عديها له. علشان شفته. لا لا لكن... لا لا ميسي طبعا لاعب ممتع، بس لا فعلا لا. انا ممكن اتفق معاك، هو يعني لما بيتكلم يعني هو لاعب ممتع ما يتكلمش.
يعني بصراحة. طب قول لي الناس شايفة عندك يعني كجمهور أو ناس موجودة في الـ 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 الشارع أو بتتابع هذا الحدث عندك، يعني شايفين إنه مركز صلاح متأخر يعني سابع، إحنا توقعنا يبقى من الخمسة الأوائل على الأقل، يعني إحنا توقعنا إنه مش هيكسب الجايزة أكيد لأنه التصويت حتى حصل مبكر شوية عن توهج صلاح في الدوري الإنجليزي، لكن في نفس الوقت برضه سابع يعني صلاح قيمته أعلى من كده الحقيقة، خصوصا الموسم ده، ده أكتر موسم صلاح متوهج فيه في الدوري الانجليزي رغم تألقه السنين اللي فاتت، بس دي اكتر سنه متألق فيها. بالفعل انا يعني عايز اقول لك ان الناس اتفاجئت لما كان الشاشه بتعرض اسامي اللاعبين وترتيبهم تصاعدي من تحت لفوق. بالظبط، فلما جه محمد صلاح في المركز السابع انا يعني سمعت يعني كنت قاعد ساعتها في الميديا سنتر مع الصحفيين يعني سمعت رد فعلهم، ما كانوش متوقعين ان محمد صلاح ياخد مركز سابع، كل هنا كان بيتكلم ان محمد صلاح منافس في التوب 3 او يعني اقل شيء ممكن يبقى في التوب 5، لكن انه يكون مركز سابع الحقيقه كانت صدمه. يعني جورجينيو الثالث ده كان مفاجاه. بس خلي بال حضرتك جورجينيو واخد تشامبيونز ليج، واخد اليورو، واخد افضل لاعب في اوروبا، فبرضه دي عملت له سبورت شويه. انت عارف التصويت هنا في الفرنسا فوتبول بيكون كله صحفيين ومعظمهم صحفيين اوروبيين. فيعني فكره ان الاتحاد الاوروبي اختاروا افضل لاعب، لا والصحفي بيقعد يذاكر بقى ويشوف الارقام ويعمل، غير المدربين واللعيبه شويه العاطفه بتكسب بتغلب يعني. بالظبط، عشان كده لو تتذكر واحنا يعني كان لنا حوار مع بعض وقلت لك ان انا متوقع ان ترتيب صلاح في ذا بيست هيكون متقدم كتير جدا عن ترتيبه في الكره الذهبيه، وان شاء الله ده اللي هيحصل. انما صلاح كان مدعو ورفض ان هو يحضر يعني اعتذر. هم طبعا بيدعوا القايمه كلها، قايمه ال 30 لاعب، لكن صلاح هو عنده كونسيبت. طب اللي حضر يا وليد من العشر الاوائل يعني ميسي طبعا حضر، في حد تاني حضر من النجوم ولا كل الناس غابت؟ لا كان في طبعا تواجد لميسي، ليفاندوفسكي، كان في تواجد لكيليان امبابي، وكان في تواجد ايضا لدوناروما، طبعا هو داخل من ضمن افضل 11 او 12 لاعب لكنه خد جائزه افضل حارس، بس يعني من نجوم تانيين ما كانش موجود. من يعني ما حضرش جورجينيو؟ ما حضرش جورجينيو، ما حضرش لعيبه تشيلسي كلها، ما حضرش ولا بنزيما يعني ولا كانتي. عندهم ارتباطات، هو خد حتى احسن نادي في الموسم اللي فات لكن كلهم ما حضروش، وتم تسليمهم الجائزه كده يعني بشكل مش بشكل فعلي، يعني دخلوا على الفيديو كونفرنس كده واتكلموا مع توخيل وجورجينيو وبعض اللاعبين الاخرين، لكن ما حضرش اي حد من فريق تشيلسي. كذلك طبعا لم يحضر كريستيانو رونالدو الحفل زيه زي صلاح. انا هقول لك بعد الهوا هكلمك اقول لك في كافيه كده في الشانزليزيه، ايوه تنزل تشرب فيه فنجان قهوه تحلف بيه، تحلف بيه أيوة. هو ده المهم دلوقتي بقى، يعني بعد اللي اتعمل فينا النهارده وامبارح، خد بالك وجنبيه محل برفانات يعني عالمي وبيعمل خد بالك يعني سيل طول السنه، عشان بس اعرفك وبعدين تيجي لي بكره على الشغل يا حبيبي. انا منتظر المكالمه دي اصل بعد الهوا مش هنام، خلي بالك لما تتصل خلي بالك. اشكرك يا وليد، شكرا جزيلا، دايما موفق وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه. شكرا جزيلا لك وليد الحديدي مراسلنا كان من باريس، حطينا على اهم ما جاء في حفل البالون دور او جائزه الفرنس فوتبول.